بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزملاء الأحباء، أبناء الأطباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لسلسلة أمراض الأغنام والماعز، كنا كلمنا على الأمراض الفيروسية والأمراض البكتيرية، وكلمنا قبل كده عن الطفيليات الداخلية. وبناء على طلب كثير من الأطباء نحن نخصص حديث عن طفيليات الدم في الأغنام والماعز. فالنهاردة إن شاء الله هنبدأ المحاضرة الأولى من Blood Parasites in Sheep and Goats، وهنتكلم على مرض السيليريا. مرض السيليريا من الأمراض الخطيرة اللي بتصيب الحيوانات المكترة، بتصيب الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وبتصيب أيضا الفصيلة الخيلية. احنا كنا كلمنا عن المرض ده في الأبقار والجاموس، ولكن ليه احنا خصصنا الحديث عنه في الأغنام والماعز؟ لأن لما اطلعت على الأبحاث والتقارير بالنسبة إصابة الأغنام والماعز بطفيليات الدم، سواء كان سيليريا أو بابيزيا أو نبلازما، وجدت إن هي نسبة كبيرة، نسبة مرتفعة. على سبيل المثال مثلا 16% من الأغنام في السعودية مصابة بطفيليات الدم. في مصر برضو النسبة حوالي 20-22%، موجودة في العراق، موجودة في سوريا، موجودة في معظم الدول العربية طبعا والدول الأجنبية. وليه بدأت الحديث عن السيليريا؟ لأن السيليريا بصراحة من الأمراض الخطيرة القاتلة، وبالنسبة لتشخيصها في الأغنام بيبقى أصعب منه في الجاموس والبقر. يمكن في الجاموس والأبقار بيبقى الأعراض أحيانا واضحة، ممكن الدكتور البيطري لما يجي ياخد الحرارة يلاقي الحرارة 40، وده الغدد الليمفاوية ورمة، وفي عتمة في العين ودموع، والحيوان ما بيكترش، وبعد كده 3-4 أيام يدخل في حاجة اسمها ميلينا، ينزل براز أسود، واوا بتبقى الأعراض واضحة حتى لو ما بعتش عينة للمعمل. لكن في الأغنام بتبقى صعبة، لأن في أعراض متشابهة مع هذا المرض في أمراض أخرى هنتكلم عنها إن شاء الله لما نيجي نتكلم على الديفرينشيال دايجنوزيس. المحاضرة تشمل النقاط الآتية: هنتكلم عن تعريف عام بالمرض، وبعدين العامل المسبب للمرض، هنتكلم عن الأعراض الكلينيكية، وسائل التشخيص، طرق العلاج، وبعد كده إن شاء الله نجاوب على أسئلة حضراتكم. الأوفاين بيسموه الأوفاين أند كابراين سيليريوزيس، اللي هو الأوفاين اللي هي الغنم يعني، وكابراين اللي هي الماعز. بيقول إن هو عبارة عن تيك بورن هيمو بروتوزون ديسيز كوزد باي سيليريا سبيشيز، وبيعمل سيجنيفيكانت ايكونوميك لوسز وهاي مورتاليتي وهاي موربيديتي. يعني ده من الأمراض الخطيرة اللي تعمل نسبة إصابة عالية وتعمل نسبة وفيات عالية. احنا كنا عندنا البروتوزوا، في عندنا نوعين من البروتوزوا، في بروتوزوا معوية بتعيش في الأمعاء زي الكريبتوسبيريديا وكوكسيديا، وفي بروتوزوا بتعيش في الدم زي البابيزيا والسيليريا والأنابلازما وترايبانسوم. فاحنا دلوقتي بنتكلم على البروتوزوا، بس عشان كده سموها هيمو بروتوزون، هيمو يعني موجودة في الدم، ودي اخطر من الايه، من الموجوده في الامعاء. المسبب عندنا بالنسبه للاغنام والماعز حوالي عندنا 6 انواع من الاصابه، تختلف حسب البلاد وحسب المزارع وكده. المشهوره عندنا في مصر والسعوديه ودول الخليج اللي هي سيليريا اوفيز، لكن في انواع اخرى موجوده اكثر خطوره من السيليريا اوفيز. يعني ده بحث لقيته هنا في السعودية، عزل في مشروع يعني كان بحثي في جدة، عزل السيليريا أوفز ووجد إن هي موجودة بنسبة عالية في الأغنام، ووجد إن نسبة الإصابة في الإناث أعلى منها في الذكور. البحث بيقول كده، ونسبة الإصابة في الأعمار فوق سنة أعلى منها من الأعمار أقل من سنة. ده يعني حاجة سموها سيرفي، يعني لما بيعمل بحث بيبدأ يشوف نسبة الإصابة الأعمار الكبيرة أكتر ولا الأعمار الصغيرة.
فدي دي بحث موجود، وبرضه كان في ابحاث تانية في مصر، لكن خلينا ندخل على الموضوع على طول. وفي قاعدة مهمة جدا بتقول ان غياب الأوراد من على الحيوان ليس دليل على عدم وجود المرض، ولكن وجود الأوراد اللي هو التك مع أوراد السيلريا بيؤكد ان شاء الله هيكون نسبة الإصابة بالمرض عالية. يعني في حرارة عالية وغدد لمفاوية وارمة والحيوان عليه أوراد، يبقى ده خلينا ما نستبعدش. لكن لو ما فيش أوراد على الحيوان مش معناها ان الحيوان ما عندوش سيلريا. يقول يا دكتور انا عندي المزرعة نظيفة ما فيش فيها أوراد، لا، الأوراد ممكن يجي ينقل الدم للحيوانات ويبدأ يسيب الحيوان ويروح بين الشقوق او على الأشجار او كده. وكمان في وسائل أخرى لنقل المرض غير الأوراد زي ما هنقول دلوقتي. طيب ازاي بتنقل المرض؟ المرض عندنا تيك بورن انفكشن، العامل الاساسي اللي بينقل المرض هو الأوراد، تيك بورن، عشان كده سميناه تيك بورن انفكشن. ممكن الدكتور او العمال اللي شغالين في المزرعه اللي بيدوا ابر وريدي او الابره لمست الدم ولا حاجه من حيوان ملوث، ممكن الابره دي لو استخدمها في حيوان سليم تنقل المرض. يبقى نيدل يوزد فروم انفكتد انيمالز، او لو عملنا نقل دم من حيوان مريض لحيوان مريض اخر، من حيوان سليم ابارنتلي ولكنه كان كارير للسيلريا، ممكن الدم ده لما اجي انقله لحيوان سليم ممكن ينقل المرض. ميكانيكال ترانسميشن، ممكن يتنقل عن بعض الحشرات الماصه للدماء، مش بس التكس هو اللي بينقله. في وجدوا ان في حشرات اخرى ممكن تنقل الايه، ووجدوا انه ترانس بلاسنتال ترانسميشن، وجدوا ان هو الام المصابه ممكن البروتوزوا تدخل اللي هي السيلريا، تعدي المشيمه وتدخل تعدي الجنين، فينزل الجنين مصاب بالسيلريا. والحالات دي انا شفتها كتير في الابل هنا في السعوديه، كنت شغال في مستشفى الابل، كانت بتجي لي حيران اعمار لسه اسبوع و10 ايام و15 يوم، اعراض حراره عاليه وعتمه في العينين والحيوان رضاعته بتقل وكده. وكنا نعمل اختبار نلاقي الحالات دي مصابه بالسيلريا، وعالجتها فعلا بفضل الله، وتابعت الحالات بعد ما اتعالجت بالبو بارفاكون يعني، ولقيت تحسن واضح جدا، لدرجة ان في حالات كانت دخلت على عمى وبفضل الله ربنا شفاها لما لحقناها في الاول. فموضوع الاصابة لترانس بلاسنتال ده وارد، عشان بعض الدكاترة دايما يسأل هل ممكن يا دكتور المرض ده ينتقل من الام للجنين؟ ينتقل، والابحاث موجودة، وانا بنفسي شفت الحالات دي عيانا بيانا. في عوامل مساعدة تخلي المرض ده يبقى خطر على الحيوان، اللي هم بنسميها الاستريس فاكتورز، او ندي ادوية كتير من الاميونو سابريشن دراج زي الديكساميثازون والحاجات دي بتقلل مناعة الحيوان، فالحيوان يبقى لما يجي له اصابة بالسيلريا يبقى اكثر ضراوة لو ما كانش الحيوان اميونو سابريزد. لو الحيوانات مزدحمة في مكان ضيق اللي هي الاوفر كراودنج، ده بيبقى عامل ريسك فاكتور. نيو فلوك، يعني دخلت حيوانات جديدة، ممكن الحيوانات دي تبقى مصابة بالسيلريا، دخلتها عندي في القطيع، فدي ده تبقى عامل أيضا مساعد على انتشار المرض. ارتفاع درجة حرارة الجو أو انخفاض درجة حرارة الجو اللي هي البرودة الشديدة والحرارة الشديدة بيعتبر ستريس فاكتور وعامل مساعد. لو في سيلريا عندي هتبقى أكثر ضراوة من لو كان الجو طبيعي. طبعا وجود التكس زي ما قلنا ممكن يبقى موجود على الأشجار، موجود بين الشقوق في الحظاير، ده برضو عامل مساعد لان الحيوانات تصاب. دورة حياة الطفيلة، نشوف الفيلم ده جميل قوي، بيلخص بدل ما نقعد نحكي، مصوره تصوير جميل قوي، لان السيلريا في الحيوان غير البابيزيا. البابيزيا موجودة انتراسيلولار بلاد بلازايتس، مش تبقى موجودة الا داخل كرات الدم الحمراء، وكذلك الانابلازما. لكن السيلريا لها طورين، طور زي ما انتم شايفين كده، ده السبوروزويت اللي جه من الحشرة المصابة وداخل دلوقتي على الدم بتاع الحيوان، فبيدخل على الاول على فين؟ على كرات الدم البيضاء، يكون حاجة اسمها الشيزونت اللي انتم شايفينه ده اللي بينقسم، ده اسمه شيزونت، ويبدأ يتكاثر والخلية تنقسم زي ما انتم شفتوا كده، خلايا الليمفوسايتس اللي هي خلايا المناعية بتبدأ تنقسم وفيها نسبة الشيزونت،
اللي بعد كده بيبدأ يتحول إلى تروفوزايت ويبدأ يخترق كرات الدم الحمراء. يبقى المرحلة الثانية نقول له مرحلتين، ممكن أنا أشوفه لو عملت بلاد فيلم ألاقيه داخل كرات الدم الحمراء، وأكتر داخل كرات الدم البيضاء اللي هي جوه الليمفوسايت بشوف حاجة اسمها الشيزونت. الشيزونت هو زي ما انتم شايفين كده بيبدأ ينقسم وبعدين يطلع تاني تروفوزويتس. دلوقتي أصبحت الحشرة هتيجي دلوقتي الحشرة تمص حيوان مصاب، الحشرة دي يعني يبدأ الحيوان الحشرة السيليريا تتكاثر تكاثر لا جنسي وتنتشر في الأمعاء بتاعة الحشرة، تدخل هي داخل خلايا الأمعاء وتطلع منها، ده كله جوه الحشرة دلوقتي جوه الأوراد، تطلع من قناة الأمعاء على الدم بتاع الحشرة على السليفري جلاند، تيجي تروح الحشرة دي دلوقتي مصابة ولكنها كارير يعني مش بيظهر عليها أعراض، هنشوف بقى تدخل تيجي تمص دم حيوان سليم فتنقل له المرض. دي ملخص سريع لللايف سايكل بتاعت ودي رسمة ليها هي تانية. المهم ان احنا نعرف ان السيليريا لها حاجة اسمها شيزونت موجود في الليمفوسايتس وحاجة اسمها البيروبلازما موجود في كرات الدم الحمراء. ده بالنسبة عشان دكاترة كتير شغالين في المعامل هنا في السعودية او دول الخليج وبيبعتوا لي حالات، يعني بالنسبة للسيليريا بيبقى صعب التشخيص شوية، فهو افضل حاجة تأكيد تشخيصي هنتكلم عنه ان هو ان انا اشوف الشيزونت اللي موجود في الخلايا الليمفاوية، وهنوري حضراتكم صور له دلوقتي. زي ما قلنا في الاعراض بقى مهمة جدا، اعراض الغنم المرض في الغنم، يمكن زي ما قلنا في بداية المحاضرة ان في اختلاف شوية بينه وبين الاصابة في الابقار والجاموس والابل، ان دي بيجي في صورتين، صورة حادة بسميها كيوت فورم وصورة مزمنة اللي هي كورونيك فورم. ايه بقى اعراض الصورة الحادة؟ الحرارة ترتفع، طبعا لما اقول الحرارة عالية في غنم يعني 42 مثلا او 41، في الجاموس والبقر نقول فوق ال 40، لكن هنا لما الاقي الحراره 41 او 42 في غنم يبقى ده فيفر، وفي نفس الوقت الحيوان بيدخل في انيميا، بهتان في الاغشيه المخاطيه بتاعت العين والفاجينا. ليه بقى؟ لانه بيحصل تكسير لكرات الدم الحمراء فبيدخل الحيوان في فقر دم، وفي نفس الوقت بتتضخم الغدد الليمفاويه. يبقى دول ثلاث اعراض بيظهروا في حاله الاكيوت، هاي فيفر سيفير انيميا سوبرفيشال انلارجمنت اوف لينف نود. طبعا الحيوان لما حرارته ترتفع بيمنع الاكل بيقف في الكرش ما بيشتغلش، ضربات قلبه بتزيد، صعوبه في التنفس، ويبدا يظهر اكتراس. ليه بيظهر اكتراس بقى اللي هو اليرقان؟ لان لما كرات الدم الحمراء بتتكسر بيبدا يزيد نسبه البروبين في الدم وتلون الاغشيه المخاطيه الداخليه والخارجيه باللون الاصفر، وممكن يحصل ابو ميزل ألسر تعمل قرح في المعده الرابعه ويحصل ميلين، هتلاقي الغنم بدا البراز بتاعه ياخد اللون الاسود اللي هو زي كار او بيسموه زي الزفت. وحالات كتيره زي ما هنوري حضراتكم دلوقتي نسبه الاصابه يحصل ابورشن. طبعا الفيفر اللي كنا عملنا محاضره عن الفيفر عامه بصرف النظر عن المسبب لها سواء كان فيرال او بكتيريال او بارازيتك بلاد بارازيت يعني ممكن تعمل ابورشن. فنسبه عاليه ممكن توصل ل 16% من الحالات المصابه بالسيليريا ممكن يحصل لها ابورشن. لذلك ضروري ومهم جدا، انا النهارده كنت بشوف مناقشه على الواتس الجروب مشهور عندنا هنا في السعوديه، بيقولوا يا جماعه بلاش ندي نان استرويدال في حالات الحراره العاليه لان مكتوب في بعض البنفلتس ان هو بيعمل ابورشن، لكن هو الكلام ده مش صح وغلط جدا ان انا اسيب الحيوان درجة حرارته عالية، لان من اول مشكلة انه ممكن يعمل اجهاض للبريجننت للحيوانات الحوامل. لازم اخفض الحرارة، كمادات مية باردة ممكن ادي انالجين، ممكن ادي نان استرويدال اي نوع بقى من الانواع اللي انتم عارفينها. الصورة المزمنة بقى وهي اللي صعبة التشخيص بقى، ان الحرارة بتطلع وتنزل بيسموها انترميتنت فيفر، انترميتنت فيفر، وبعدين يبقى في صعوبه في التنفس ريسبيراتوري ديستريس وفي كحه. كتير من الدكاتره يقول لك دي نمونيا، دي مايكوبلازما، دي كذا. ليه؟ لانه شاف حيوان بكح، الحراره بتعلى وتنزل، وفي احيانا يبقى معاها فروسي سلايفيشن،
الحيوان فيه رغوة من بقه، ولون الأغشية المخاطية بيبقى أصفر الحالات المزمنة، وممكن تيجي له مغص، وكمان الغدد الليمفاوية تبقى ورمة. ليه بقى صعب التشخيص اللي هنا السيليريا؟ لأن في أمراض بتعمل الأعراض دي، هقولها لكم دلوقتي في الديفرنشال دايجنوز. لذلك قليل من الدكاترة اللي يقدر يشخص حالات السيليريا في الأغنام بمجرد النظر بدون إرسال عينة للمعمل، ودي من الأمراض اللي تعمل اكزوهوشن وتخلي الحيوان ينزل في الوزن ويمنع الأكل. شايفين كده هنا البيل ميوكس مبرينا واضح هنا في الصورة دي، وهنا بيل اهوت، وكمان الحيوان هنشوف بقى حالات دلوقتي اكتريك لما الحالة تموت ونشرحها نلاقي كل الجثة صفرة خالص جندس. شو النسبة هنا لو احنا مثلا عندنا 100 غنمة مصابة بالسيليريا، 90% من الغنم يبقى عندهم انيميا. يعني اخطر حاجة في علاج البلاد بارازايت في الاغنام ان انا اعالج الانيميا، اهم مش اهم يعني مع اعطاء دواء السيليريا، لان الحيوان بيموت هنا من الانيميا. مهم جدا الكلام ده في الغنم كمان اكتر من الابقار والجاموس. يعني يا دكتور يعني ضروري ان انا لو الانيميا نازله يعني كرات الدم الحمراء نازله 3000 ولا الهيموجلوبين نازل لستة او خمسة لازم اعمل نقل دم، والا الحاله هتموت. شوف نسبه الاصابه 90% من الحالات المصابه بيبقى عندها انيميا. بعد كده بقى الاعراض الثانيه، الاكتراس حوالي 30% من الحالات يكون فيها اكتراس فيها جندس. يعني مش كل الحالات المصابه بالسيليريا يظهر فيها جندس عشان اقول دي سيليريا ولا. 20% من الحالات بيحصل لها ريكومبنسي، 10% من الحالات بتمنع الاكل تماما، 10% من الحالات بيبقى عندها صعوبه في التنفس، 10% من الحالات بيبقى بيحصل لها اجهاض. ده يبقى شوف الاعراض هنا ايه متفاوته. يبقى مش كل حالات السيليريا بيبقى فيها اجهاض، مش كل حالات السيليريا بيكون فيها جندس، مش كل حالات السيليريا بتمنع الاكل، وهنا تاتي صعوبه التشخيص. لو فتحنا حاله ميته هنجد ان الغدد الليمفاويه اللي خارجيه ورمه واللي داخليه ورمه، وموجد في اوديما في اللنج، ونجد اصفرار للأغشية المخاطية وللأعضاء الداخلية، وفي نقط نزيفية على الطحال، والكدني مشكلة في الكدني، لأن السيليريا يا جماعة من الأمراض اللي بتهلك الكبد والطحال والكلية، عشان كده الحيوانات بتموت، إن بيدمر الكلى وبيدمر الكبد وبيدمر الطحال. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، التشخيص. ودي بقى المربط الفرس، لأن مش أي دكتور يقدر يشخص حالة سيليريا بمجرد النظر. اول حاجه من الاعراض اللي احنا قلناها الاكيوت فورم والتضخم الغدد الليمفاويه، واحيانا في التهابات في العين والميلينا والاكتراس والحاجات اللي قلناها. ثاني حاجه ابعت عين المعمل واعمل هيماتولوجي واعمل بايوكيمستري، وممكن اعمل اسبيريشن للغده الليمفاويه، وممكن اعمل اختبار اليزا والاكيد البي سي ار مع البوست مورتم طبعا. طيب بالنسبه لو انا خدت علينا شريحه بصبغ بجيمساستين، ممكن الاقي الاتروفوزويت الموجود بتاع السيليريا داخل كرات الدم الحمراء، واشوف الشيزونت داخل كرات الدم البيضاء زي ما هنوري حضراتكم فيلم دلوقتي على الموضوع ده. بيبقى انترا اريثروسيتيك بايروبلازم ستيج ار يوجوالي ريدي ديتكتد ان ستيند بلاد سمير، بشوفه داخل كرات الدم الحمراء. ولو عملت اسبيريشن للليمف نود دي تاكيد تشخيصي، اخد من الغده الليمفاويه اللي مليانه الخلايا المناعيه والاقي فيها. والتاكيد التشخيصي بقى بالاليزا والبي سي ار ده، في ممكن اعمل فريش بلاد فيلم، يعني اخد عين الدم كده احطها على الشريحه على طول واشوفها، او اعمل سن بلاد فيلم واشوف الشيزونت الماكروشيب ده كله بالايه سن بلاد فيلم اهو، وده شكل السيليريا وحجمها عشان الدكاتره اللي شغالين في المعامل. وأوري حضراتكم دلوقتي صورة السيليريا داخل كرات الدم الحمراء في الأغنام، دي فيلم بتاع غنم أو ماعز، ده كرات السيليريا جوه بيبقى واخدة أوفال شيب مدورة كده وموجودة داخل كرات الدم الحمراء. ده بقى الشيزونت اللي هو بتاع السيليريا أوفيز
ده كرات دم بيضة اللي هي الليمفوسايت، والنقط الزرقاء دي هي ايه الشيزونت بتاعها. ده تأكيد تشخيصي 100% ان هي سيلاريا، لان مفيش حاجة بتعمل الحاجة دي غير السيلاريا. ده ماخدها من دكتور اسمه خالد في جامعة بني سويف في مصر. البي سي ار طبعا تشخيص تأكيدي، ولو احنا خدنا عينة عملنا سي بي سي هنجد فيه انيميا وفيه هيموجلوبين نازل، ونجد كمان لو عملنا بقى بلاد كيمستري هنجد هايبو البومينيميا يعني الالبوم النازل عشان هيباتيك دامج، وزياده في التوتال بروتين، وانكريز في البيلوروبين عشان في صفره اللي ناتجه من تكسير كرات الدم الحمراء، ونلاقي في ليمفوسايتوزس. احنا مش قلنا الليمفوسايت بتنقسم كتير، هيبقى في زياده في عدد الليمفوسايتس، وثرومبوسايتوزس زياده في الصفائح، وزيادة في اليوريا أو الكرياتينين نتيجة للكيدني دامج. دي صورة كركس اهي، شوفوا صفرة ازاي، كل الكركس صفرة. طبعا الصفرة دي ممكن تبقى فاشيولة، ممكن تبقى بابيزيا، ممكن تبقى أمراض تانية كتير هنقولها دلوقتي بتعمل اكترس. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده فيلم الدكتور مدحت من في الامارات فاتح معمل، وهيورينا الشيزونت تحت الميكروسكوب. هذا دلوقتي ده كرات دم بيضاء اللي هي الليمفوسايتس اللي انا بشاور لكم على ده، والنقط الزرقاء دي الشيزونت. واضحه يا جماعه؟ اوريك الجزء الاخير تاني. اهي النقط الزرقاء دي هي دي الشيزونت. دكتور محمود رشدي، احترام طبعا ليهم، لازم نذكر اسمائهم، جامعه اسيوط، برضو عامل فيلم على وجوه السيليريا داخل كرات الدم الحمراء. ديت السيلاريا اللي هو عامل عليها الدوايه الحمراء دي موجوده في كرات الدم الحمراء. يبقى اما نشوف بلاد فيلم نشوف السيلاريا جوه كرات الدم الحمراء، او نشوف الشيزونت جوه كرات الدم البيضاء. طيب نيجي بقى ايه الامراض اللي تعمل انيميا في الغنم والماعز. الانترنال اوكسين لابرازايت يعني وجود الثكس نفسه على الحيوان بيمص دم، وجود اللايس بيمص دم، والفليز او الحيوان يكون عنده مرض معدي اللي هي بابيزيا والانابلازما والليبتوسبايرا والكوليستريديا، دي كلها بتعمل انيميا. الفيتامين والمينرال ديفيشنسي بتعمل انيميا. الامراض المزمنه والسرطانات بتعمل انيميا. الهيموريج نتيجه لتروما او حصل ولاده وفي نزيف الرحم او ابوميزال ألسر، ده كله يعمل انيميا. فحالات الانيميا كتيره، لازم اعمل بقى ديفرنشال دياجنوزيس واشوف ايه المسبب لهذا المرض. طب نيجي بقى للعلاج. المين لاين اوف تريتمنت انتي سيليريا دراجز، لازم وضروري ادي دواء يعالج السيليريا، ومعاها لو الحراره عاليه بدي نانو سترويد الانتي انفلاماتوري او خافض حراره. ثالث حاجه ضروري ومهم جدا هنا، ادي اوكسي تتراسيكلين. اوكسي تتراسيكلين مهم يا جماعه، بيعالج السيليريا. انا عملت محاضره كده حضرتها مع محاضرات المضادات الحيويه اسمها استخدامات الاوكسي تتراسيكلين في الطب البيطري، ومنها بطفيلات الدم اساسا السيليريا. يبقى دايما اديه مع الانتي سيليريا دراج، ادي اوكسي تتراسيكلين، يفضل يكون طويل المفعول عشان ادي جرعه كل يومين او كل ثلاثه. وحالات الانيميا الشديده لو انا عملت تحليل دم لقيت الهيموجلوبين نازل والار بي سيز نازله، لازم اعمل نقل دم. لو ما كانش شديده ادي هيماتينكس، حاجات فيتامينز ومينرالز بتساعد في تكوين كرات دم جديده. وضروري ومهم جدا انني ادي ميون ستيمولانت، منشط مناعه، لان السيليريا من ضمن الامراض اللي بتثبط الجهاز المناعي في الحيوان. دي خطوط عامه، كثير من الدكاتره بيكتفي برقم واحد فقط، ويجي يقول لي يا دكتور انا اديت الحاله سيليريا وانلجد لمفنود والعتامه في العينين والحاله ماتت. طبعا هنا بقول 6 لاين او 5 لاين اوف تريتمنت، الحراره ما اديتش ليه خافض حراره، ما اديتش ليه معاها اوكسي تتراسيكلين، ما عملتش نقل دم ليه لما لقيت الحاله انيميا جديده، او اديت هيماتينكس عن طريق الفم، ما اديتش ليه رافع مناعه،
طب نيجي للانتي سيلير دراجز، عندنا نوعين، في حاجه اسمها بارافاكون والبو بارفاكون. ده الجيل الاول وده الجيل تاني، عشان لو واحد جه لقى دواء جيل اول يبقى ده بارفاكون بس، لكن البو بارفاكون ده الجيل التاني. بعض الابحاث بتقول ان الاميدوكارب بيعالج السيليريا، بس انا لما بحثت وجدت معظم الابحاث شغاله بيه في السيليريا في الخيول، لان السيليريا في الخيول احنا كنا عملنا محاضره عنها، هي نوع من البابيزيا، فالاميدوكارب بيشتغل اساسا على البابيزيا، لكن الافضل منه البو بارفاكون. البو بارفاكون ده عيبه، هنقول عيبه ومزاياه، ان هو بو بارفاكون is effective in clearing Sileria parasites from sheep and goat, but it does not completely allow pathogen eradication from the host, leading to establishment of carrier status. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما بدي بو بارفاكون للغنم والماعز كعلاج هيعالج ويموت السيليريا، لكن تظل هذه الحيوانات كارير وتبقى مصدر للعدوى للحيوانات الاخرى، مش بيقضي عليها تماما. عشان كده بنفضل ان احنا ندي معاها الاوكسي تترا سكرين. يبقى الادويه المخصصه لعلاج السيليريا عندنا الجيل الاول اللي هو اللي قلنا البارفاكون، والجيل الثاني اللي هو البو بارفاكون. هندي امثله للجيل الاول عشان لو حد فيكم شاف الادويه دي، مثلا دواء اسمه بارفوكسون والباكسون، ده جيل اول مش مشهور قوي، لكن الجيل الثاني زي عندنا البيوتاليكس والبيوتوكس. انا يعني اشتغلت بالاثنين دول، الاثنين ممتازين، البيوتوكس والبيوتاليكس. طبعا البيوتوكس ارخص من البيوتاليكس كتير، لكن اشتغلت بيه في الابل، وبصراحه جاب البيوتوكس ده جاب معايا نتائج ممتازه في الحيران اللي مصابه بالايه. بس بندي جرعتين بقى، جرعه ونكررها بعد 48 ساعه. ماشي، انتوا بدأ جهزوا الاسئله لان احنا قربنا نخلص، والدكتور مصعب هجاوب على سؤالك ان شاء الله بعد بس ما اخلص الجزء ده. البوفر راكون يا جماعه بصرف النظر عن اسمه ايه، لازم يتاخد في العضل، ولا يعطى في الوريد، ولا يعطى تحت الجلد. والجرعه لازم تديها زي ما هي، زي ما هم كاتبين كده، اللي هو 1 مللي لل 20 كيلو، اللي هو ما يعادل 2.5 مللي جرام لكل كيلو جرام. يعني لو عندي غنمه 60 كيلو هديها 3 سنتي عضلي وكررها بعد 48 ساعه. ماشي يا جماعه، ده امثله اخرى للادويه اللي احتها فيها بو بارفاكون. خصائص الجيل الثاني اللي احنا قلنا عليها ان هو بيشتغل على الشيزونت وعلى البيروبلازما، وايكونوميك، رخيص، سعره كويس. وقالوا بعض الابحاث قالت كان بيوز ويز اذر انتي بروتوزوال از ايميدوكارب تو تريت ميكسد انفكشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احيانا ان الحيوان الغنم يكون عندها سيليريا وبابيزيا، فيفضل لو انت ما حللتش او وقعتش عين المعمل تدي جرعه ايميدوكارب وتدي مع جرعه بيوتاليكس او اللي هو البوفرفاكون. يا دكتور ينفع ندي الاثنين مع بعض؟ ما فيش خطوره على الحيوان؟ لا ما فيش مشكله. او رقم 6 هنا بتقول ايه؟ كان بي يوزد وذ اذر انتي بروتوزوال دراجز اد الايميدوكارب اديه معاه to treat mixed infection. ده ابحاث بتتكلم على البوفرباكون ونتائجه كويسه جدا. في حالات الكورونيك في برضه ده بحث بيقول ان استخدام الدايمينازين اسيتوريت، عارفين ماده الدايمينازين اسيتوريت دي موجوده في ادويه تجاريه زي البرينيل والباترينيل والحاجات دي اللي ممنوع نستخدمها في الابل، قال لك في السيليريا نديها مع اوكزي تترا سيكلين بيجيب نتائج كويسه في الحالات المزمنه. استخدام الدايمينازين اسيتوريت زي البرينيل والباترينيل مع الاوكزي تترا سيكلين في الحالات المزمنه افضل من استخدام البوفرباكون في الحالات المزمنه. وده بحث. والاوكزي تترا سيكلين مزايه زي ما قلنا ان هو مهم جدا، ندي برضو منه جرعتين بينهم 48 ساعه. ده بحث ثالث بيقول ان في ماده اسمها كيموثيرابي اوف ايست كوست فيفر تريتمنت انفكشن ديوز باي ايجلت سيليريا بار بدواء اسمه هالو، الماده الفعاله يعني اسمها هالو في فيجنون. الماده دي موجوده في دواء منه منزلها شركه الام اس دي اللي هو اسمه هالكيور. هالكيور
اللي بيستخدموه في حالات الكريبتوسبوريديا، وجدت ابحاث ان هو بتقول انه بيجيب نتيجه كويسه ايضا في حاله البروتوزوا اللي هي السيلاريا. نقل دم للحالات الشديده، او ان انا استخدم مكملات غذائيه زي دواء اسمه بلاد سيل في فيتامينات واملاح ونحاس وحديد وكده، او احقن حديد لو مش عمل نقل دم. مهم جدا، دي نقطه مهمه جدا في العلاج. سبورتيف بقى ان انا ادي منشط كبد، لان قلنا الكبد بيدمر والطحال والكلى، ادي زي اوبتي ليفر مثلا او ميثايونين او ديفلايت، ده سبورتيف تريتمنت. لو في التهابات في العين بحقن تتراسكلين 5% مع ديكساميثازون، واتكلمنا في محاضره عملناها عن التهابات العيون، او حط قطره مع مضاد التهاب وندي فيتامين الف دال 3. طرق الوقايه ان اعمل اربع حاجات، ان انا ادي الدواء العلاج اللي هي دي امثله للادويه اهي، واعمل كنترول للتكس، ارش الحيوانات واديها ايفرمكتين عشان اقضي على الاوراد، وحصن. التحصين بقى هنا في كلام كتير ان يعني مش موجود عامه عندنا في دول الخليج تحصين، لو حد شاف تحصين للسيلريا يقول لي اكتب لي اسمه كده. الدكتور مصعب بيقول، دكتور مصعب انت سألت سؤال قبل كده قلت هل ممكن ادي فيتامينات اثناء الحرارة العالية؟ مفيش مشكلة يا دكتور انك تدي فيتامينات اثناء الحرارة العالية. بيسأل تاني مصعب بيقول الخطوط بتاعة العلاجات دي لدي اديها كده دفعة واحدة في نفس الوقت؟ لو الحرارة عالية يا دكتور هندي خافض حرارة، لكن اساسي اللي هو رقم واحد اللي هو انتي سيليريال دراجز، ومعاه عشان ما انساش المضاد الحي، وبرضه في نفس الوقت ادي جرعة تجزي مع مثلا بوفرفاكون ورافع مناعة في نفس الوقت. ولو عنده أنيميا جديدة إما أعمله نقل دم أو إما أديله مكمل غذائي، يعني كله في نفس الوقت، مفيش خطورة إن أدي الأربعة أو الخمس حاجات دول مع بعض. الدكتور حمزة بيقول يمكن استعمال دايمينازين. ما أنا قلتها يا دكتور حمزة، ويفضل استخدامه في حالات الكورونيك المزمنة، ان انا ادي دايمينازين مع اوكسي تتراسيكلين، قالوا ده افضل من البوفرفاكون، لكن الحالات الاكيوت الافضل ان انا ادي بوفرفاكون اللي هو زي البيتوكس والبيتوليكس والحاجات دي. الشهراني ابو محمد فيت، لم نرى هذه الادويه موجوده في اليمن. يا شهراني تقصد الادويه بتاعت السيلريا؟ ده مهمه جدا يا دكتور. على العموم لو لقيتش يبقى اكيد هتلاقي عندكم الدايمينازين اسيتيوريت اللي هو البرينيل والحاجات ديت مع الاوكسي تتراسيكلين. عبد السلام الجميلي بيقول البارفاكون عضلي مع ايميدو كارب تحت الجلد، يغنينا عن الاوكسي ولا لازم اوكسي؟ بارفاكون مع ايميدو كارب، الاوكسي ده ضروري لو هي سايليريا يا دكتور، لازم ندي اوكسي. هل يمكن ان يصاب الحيوان بالسيلريا بدون ارتفاع الحراره؟ دي المشكله يا دكتور محمد اماره سراقب، ان هو فعلا لو الاصابه ضعيفه او نوع ضعيف زي السيلريا اوفيز ممكن الحراره ما ترتفعش، وده صعوبه تشخيص السيلريا في الاغنام. لكن عامه في الاكيوت كيسز الحالات الحاده دايما الحراره تبقى عاليه. دكتور ايمن الوكيل، هل يوجد وقت محدد لاخذ عينه الدم للتحليل؟ سؤال جميل يا دكتور ايمن. الافضل يا دكتور والحراره عاليه، واخد من الاوعيه الطرفيه يعني من الاير فين والحاجات ديت عشان تظهر تحت الميكروسكوب. لكن لو الحراره مش عاليه، كنا في الابل بتيجي الحيوانات الحراره مش عاليه وناخد ونلاقيها برضه. محمد ممدوح، انا اسف لاني جيت متاخر، بس كيف احكم عن الحاله مزمنه؟ ان الحراره انترميتنت يعني بتطلع وتنزل، وفي صفار وفي انيميا وفي تضخم في الغدد الليمفاويه والحيوان بخس، لكن برضه ده كله ممكن يظهر في امراض ثانيه. فالفيصل هنا ان انا ابعت عينه للمعمل، وللاسف معظم الناس هنا المربين بتوع الغنم نادر ما يبعت عينه من غنم للمعمل، دايما العينات في المعامل بتبقى ابل وخيول. ممكن نعلق محاليل، ملهاش لازمه يا دكتور المحاليل هنا، مش الا عند الضروره، يعني جاي معاها اسهال وفي اعراض جفاف ولا حاجه ممكن ادي محاليل، لكن ما هياش لاين اوف تريتمنت، ملهاش دور في ناحية علاجية ان انا ادي محاليل. لكن مثلا الحيوان بقاله يومين ثلاثة ما بياكلش، ممكن اديله جلوكوز 50 ل 25% او 10% كمصدر للطاقة،
اللي هو منع الاكل، يبقى المحاليل هنا تبقى مغذيه، ما هياش اللي هي الرينجر سوليوشن ولا السلاين سوليوشن ولا الحاجات دي. ما زلنا في انتظار اسئله حضراتكم، ومعانا 5 دقائق، لو بحد بيكتب سؤال يقول لي انتظر يا دكتور وانا معاكم. ونرحب بالزملاء جميعا، اولادي اللي شرفونا النهارده. ايمن الوكيل بيقول هل هناك فرق في توقيت اخذ العنايه صباحا بعد الفجر او وسط النهار؟ السؤال ده الناحيه العلميه مش ما لقيتش لها اساس، يعني لان الناس بيقول لك خدها بعد الفجر هتلاقي السيلير يعني صاحيه تصلي الفجر مثلا وبعدين هناخدها نصطادها ولا ايه، مش عارف. مصعب، جرعه الحديد كام وكم المده؟ حسب يا دكتور نوع الحديد اللي بتستخدمه، والتزم بالجرعه اللي مكتوبه على العلبه. ممكن انا اقول لك جرعه هنا وهو يكون عاملين حديد تركيز عالي فيضر بالحيوان، فهو الحديد بيبقى كاتبين عليه جرعه حسب الوزن وبنديه حسب الوزن. يعني مثلا في نوع كنت بستخدمه والله نسيت اسمه ايه، كنت بدي في الحوار مثلا سنتي 2 سنتي، فانت التزم بالجرعه المكتوبه. هشام، لو في نصيحه لحضرتك لواحد طالب في سنه ثالثه في الكليه بجهز نفسي. يا دكتور انا كتبتها على التليجرام، كان واحد في سنه ثالثه سالني برضه، فما ينفعش دلوقتي اقول النصيحه ايه، لكن ممكن اشترك على التليجرام وانا انزل لك النصيحه مره تانية. طلب الثالثه ورابعه وخمسه ان هم يحاولوا ياخدوا دورات ويروحوا مراكز تدريب بتعلمهم، ويروحوا مزارع ووحدات بيطريه، ويجهز نفسه عشان ان شاء الله ربنا ييسر له امره ويبقى عنده خبره اول ما يتخرج. عبد السلام الجميلي، يتماثل الشفاء الطور المزمن مع انه تعاملنا مع حالات مستجابه بنفس الادويه المذكوره. صح، ما نسبة الاستجابة للعلاج كل ما تأخرنا يا دكتور عبد السلام في العلاج كل ما كانت النتيجة ضعيفة، فيفضل ان احنا نعالج بسرعة. وللأسف المربي مش هيجيبك الا بعد الحالات ما يفشل هو ويقعد يدي علاجات، وخاصة لو ادى علاج غلط وكده. جهاد القاضي بيقول اعراض السيلير في الابل زيها في الغنم وزيها في البقر، يعني دايما في الابل، انا قلتها في اول المحاضرة، في الحيران دايما تيجي للحيران اكتر من الاعمار الكبيره، بتلاقي فيه الدمع، عين الدمع والكونجايفا تحمر، وبعد يومين ثلاثه تبدا تظهر عتامه على العين، والغده الليمفاويه تورم، الحيوان يمنع الاكل وحرارته تبقى عاليه. هل محمد اماره، هل تترك مناعه بعد التمثل للشفاء؟ هل تترك مناعه؟ ممكن، ما هي لما الحيوان بيصاب وما بنقضيش على كل السيليريا الموجوده، فالحيوان بيبقى كارير وبالتالي يبقى مصدر مناعة ان هو ما يصابش مرة تانية. أسئلة جميلة، واستفدنا من حضراتكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا مني من المحاضرة دي، وان شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم على استكمال لأمراض طفيلات الدم في الأغنام والماعز. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ولا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.